عودة لحضراتكم من جديد. وطبعا بيت الإنسان ده اللي بيقعد فيه أكبر قدر من الوقت خلال يومه. لازم البيت يكون مريح، لازم البيت يكون زي ذوق الإنسان اللي عايش فيه، يبقى عملي، يبقى بيستقبل فيه أصدقائه الناس. كل واحد فينا له متطلبات معينة لازم تكون موجودة في بيته. هو ده الأساس اللي هيفضل عايش عيشة مريحة داخل البيت ولا لا. وطبعا واحنا بنتكلم على البيت، الديكور بتاع البيت هو أهم حاجة. أولا الناس وهي داخلة لك بتحكم أول حاجة عليك من ديكورات بيتك. ثانيا وانت قاعد في البيت، إذا كان البيت ده مريح بالنسبة لكم فبيبقى أكتر حاجة بنقدر أننا نعمل فيها أنشطة، نمارس فيها. أحيانا في ناس تمارس عملها من بيتها. لازم الديكورات تبقى موافقة للشخصية، شخصية البيت. واوعوا تفتكروا ان الديكورات دي عبارة عن حيطان كنب فرنتشر او عفش بس، لا، ده فيه حاجات كتير جدا جدا. لازم يبقى فيه إضاءة مريحة، الستاير تبقى مناسبة، الأماكن اللي بتقعد فيها تبقى مريحة ليك طول الوقت. النهاردة هنتكلم عن ديكورات البيت، والنهاردة منورنا في ست الستات البشمهندس أو المهندس المعماري محمود إدريس، المؤسس والمدير التنفيذي لمكتب ME ديزاينز للهندسة المعمارية والديكور. ازيك يا باشمهندس؟ أهلا وسهلا، ازيك يا فندم؟ الحمد لله تمام. طبعا يعني هل الكلام اللي قلته في المقدمة ده صحيح؟ هل أهم حاجة أن الإنسان يبقى مستريح في بيته، وأن البيت ده بيعكس شخصيته من خلال الديكورات بتاعته؟ ده 1000000%. الموضوع بيبدأ من البيت، هو اللي بيخلي الإنسان يبدأ يبقى من البداية، من أول لما بيصحى يبقى مبسوط، ولا يبقى مش المود بتاعه مبسوط ومريح، وهو بيساعده على النشاط، بيساعده على ان هو يبقى حابب يقعد فيه، بيساعد حتى على الجو الأسري، انه يبقى مع الراجل مع الست في جو برضه في جزء من الراحة النفسية مع بعض. طبعا. بسبب ان هما لما بيحبوا يقعدوا مع بعض في البيت بيبقى دايما الموضوع بيبقى طبعا مع الألوان الفاتحة، مع الديكورات اللي هو بيحبها. بس هو برضه بيعكس شخصية صاحبه. يعني طبعا هو لازم يعكس شخصية صاحبه برضه في الأول في الآخر. طيب عايزة الأول بقى أتعرف على المهندس محمود إدريس بنفسه. يعني عندي معلومات كتيرة جدا عن حضرتك، لكن عايزة أعرف بداياتك، لأنك كمان كنت معيد في فاروس في الأسكندرية. وغيرت كل ده واتجهت للعمل الحر. عايزة أتعرف عليك أنت أكتر. أنا المهندس محمود إدريس، متخرج من جامعة اسكندرية قسم عمارة، هندسة اسكندرية قسم عمارة، دفعة 2005. الموضوع بدأ معانا إن احنا أول ما اتخرجت اشتغلت، وأنا كمان في الكلية كنت أوريدي بشتغل في مكاتب، وفضلت في الموضوع ده شوية. وبعد كده لما بقى عندي شوية معلومات كويسة نقدر نفيد بيها غيري من طلبة وكده، بدأت ندخل في سلك إن أنا نبقى معيد في جامعة فاروس. ولما بدأت في الموضوع ده حبيته فعلا، ولكن لقيته مؤثر على إن أنا فكرة التارجت اللي أنا حاطه لنفسي، إن أنا عاوز إن أنا أصمم وإن أنا أكون صاحب البزنس الخاص بتاعي. ففعلا اشتغلت معيد في جامعة فاروس، بس مش أول لما اتخرجت، لأن أنا في البداية اشتغلت الشغل الحر الأول في المكاتب. بعد كده اشتغلت معيد تقريبا حوالي سنتين، وبعد كده لقيت ان الموضوع مش هنعرف نوازن ما بين الاثنين، وخصوصا ان احنا عندنا كان عندنا حلم كبير ان احنا يبقى عندنا سلسله فروع. وده اللي فعلا حاليا احنا الحمد لله احنا حاليا في مصر 3 فروع لME ديزاينز. الحمد لله، يعني عندنا فرع في العاصمه وفرع اسكندريه وفرع في دمنهور. فاحنا الحمد لله النهارده وبنطمح بقى التارجت اللي جاي ان شاء الله ان احنا يبقى عندنا فروع بره مصر يا رب ان شاء الله. لان الذوق المصري طبعا والحاجات المصري بقت دلوقتي يعني على مستوى عالي جدا، وعايزه حد ينقل الفكر والتصميمات المصري دي للخارج. عايز ارجع لحضرتك تاني، يعني مين المصمم او المعماري خلينا نقول اللي هو كان الايدل بالنسبه لك؟ كان هو ده اللي عايز، مش مفيش حد بيبقى زي حد، ولكن بيدي كده ايه انسبيريشن كده، بيدي لك كده مزاج حلو للتصميم. هم اكتر من حد، بس يعني في المهندس جمال بكري تحديدا، يعني هو صاحب الصراحة والجرأة في التصميمات، وكانت صاحب الحداثة في التوقيت بتاعه. ف
فده برضو ده يعني ده التارجت اللي احنا بنطمح له دايما، ان احنا بنحاول يبقى عندنا كل جديد دايما بنطلع كتير. وهو كان بصراحه في ميزه كمان ان هو كان بيعزف كمان وكان كاتب، فهو فنان بكل ما اشتملت الكلمه من معاني. فبالتالي لا يعني هو كمان، واحنا حتى في تصميماتنا كتير واخدين في حته الجرأه شويه والصراحه في التصميمات، بحيث ان احنا يعني دي من طبيعتي انا الشخصيه يعني. عايز اعرف كده قبل ما ندخل بقى، احنا معانا صور كتير لتصميمات، ويعني هل نجاح اي تصميم بيبقى من ان الواحد بيختار ستايل معين، بيختار مثلا يا مودرن يا كلاسيك يا كونتمبرري، يعني لازم الواحد يبقى محدد هو رايح انهي سكه؟ ايه معيار نجاح اي تصميم؟ معيار النجاح في التصميم هو بيكون عباره عن فكره، هو التصميم عباره عن فكره المهندس عاوز يوصلها للناس. تمام. فالتصميم اساسا المعنى الاساسي بتاعه ان انا اوصل فكرتي عن طريق شغلي. اوكي. تمام. فازاي ان احنا نوصل الفكره ديت، بس الفكره دي مرتبطه بان احنا نستقبل فكره الستايل اللي حضرتك بتحب تعيشي فيه. عشان اديلك الفكره انت عايزه ايه؟ بالظبط. حضرتك عاوزه ايه؟ علشان اقدر اديلك الستايل اللي انت عاوزاه بطريقه بفكره انا حاططها في الموضوع، بحيث ان احنا في الاخر يبقى في معيار كامل بالستايل المطلوب، بتصور واضح وليه معنى بيتوصل عن طريق التنفيذ اللي تم فيه. بالظبط. طبعا باشمهندس احنا قدامنا مجموعه من التصميمات لو حضرتك بصيت معايا على الشاشه، لكن من بدايه حتى الصور اللي عرضناها يعني الستايل بيختلف ما بين المودرن والستيل والكلاسيك قوي. يعني هل ايه الموضه دلوقتي؟ يعني ايه الحاجات اللي نقدر نقول ان هي الان في عالم تصميم الديكورات؟ انهي ستايل؟ مفيش فعلا حاجه ستايل، كل واحد وكل شخص، كل واحد عاوز يعمل بيته فهو صاحب الستايل الاقرب ليه. يعني ان انا النهارده لو بحب الستايل المودرن مثلا تمام، انا كمحمود مثلا لو انا بحب الستايل المودرن وحضرتك بتحب الستيل، انا هعمل لك مودرن عمرك ما هتحب تعيشي فيه. بالزبط. ولكن الحلو بقى ان يبقى دايما الستايل اللي حضرتك بتحبيه هو اللي ماسك الناموس، النموذج هو النموذج اللي احنا نشتغل عليه، اللي رابط البيت كله، اللي رابط البيت. ولكن ممكن مثلا بنت حضرتك او ابنك يبقى عاوز يعيش في ستايل اندستري مثلا، لا ما فيش مشاكل، ايه اللي يمنع ان احنا ننقل ايه الستايل الاندستري ده بقى؟ الستايل الاندستري ده يعني هو اتشهر قوي في الكافيهات في الفترة الأخيرة، بيبقى السقف دايما بتلاقيه مدهون لون على طول من غير ما يتعمل له أي دهانات، بيبقى دايما على السقف الخرسانة المباشر، بيبقى فيه مواسير التكييفات باينة فيه مباشر، بيبقى فيه المواسير الكهرباء كمان بنخليها باينه، بنعمل في الاسقف، بندخل شغل الحديد في الموضوع، ودايما بيبقى فيه معدن، دايما بيبقى فيه معدن، ودايما بيميل كمان للالوان الغامقه شويه. حتى في البيوت يعني في حد بيبقى عايز بيته الستايل ده ولا ده اغلبيتها؟ يمكن انا شفت كمان حضراتكم يعني في ام اي ديزاينز عاملين واجهات لاونجز وكافيهات ومحلات، فده هل الاندستري ده بيناسب اكتر المحلات والكافيهات ولا ممكن يتنفس في بيوت؟ لا بيتنفس في البيوت، وعاملين منه اكتر من اوضه، بالذات بينطلب في اوضه الاولاد كتير، الشباب بقى. الشباب يعني دايما بيطلبوا، بيروحوا للجزء ده، بيحبوا ان هو يبقى فيه كمان الستايل ده، بيساعد ان احنا ممكن نعمل له جيم صغير جوه الاوضه. فهو طبعا بيبقى مرتبط شويه بالاولاد. لكن يعني يمكن لسه كنت قبل ما نبدا الفقره كنت بقول لحضرتك ان انا كنت في واحده من المعارض الكبيره الشهيره اللي بتقام في مصر، السراير بقى اللي هي الستايل اللي هي ايه ليها يعني مرفرفه لبره غير المرتبه بره المرتبه دي طالعه موضه جدا، شايفه كل الديزاينز الجديده يعني مستعينين بيها، حتى الماركات اللي معروفه قوي في مصر كل معظمهم عاملين السراير من النوع ده، ايه الحكايه ده ايه بقى، مودرن يتقال عليه ولا كونتمبرري ولا ايه؟ يمشي الاثنين يعني هو اللي بيكمل المودرن وبيكمل الكونتمبرري، ولكن اللي بيبين بقى ده يعني اللي بيودي الستايل ان يتقال عليه مودرن ولا الكونتمبرري
كمالة المكان بقى. يعني الاكسسوار بقيه الحوائط، لان هو الموضوع متناسق مع بعضه. يعني ازاي نبقى الحيطه لو انا عاوز الستايل مودرن وهو نفس السرير، ممكن اعمل ايه في الحيطه علشان اشتغل عليها وتطلع في الاخر مودرن، ولو هو انا عاوزها كونتمبري بنعمل بقى موتيفز كتير تانية و اكسسوارز مختلفه. نوع الاضاءه بيختلف شويه برضو، نبدا ندخل موضوع الاضاءه بدراسات مختلفه ما بين الستايل ده والستايل ده. طبعا احنا عارفين ان دايما بيبقى الخلاف، مش خلاف، الحيره، اعمل الحوائط ايه، هعمل ايه، ده دلوقتي طالع ورق حائط يجنن، ده دلوقتي طالع تجليدات اللي هي شبيهة الرخام والخشب يعني ما تقدرش تفرقها، يجننوا برضو. حتى الألوان، الحيطة، الدهانات بقى في تقدم رهيب فيها. باشمهندس محمود، ايه الموضة دلوقتي؟ هل الورق الحائط رجع تاني موضة، ولا الدهانات، ولا التجليدات، ولا ايه بالظبط؟ ندي جايد كده اللي بيشوفها. هو الموضوع مقسوم لكل اللي حضرتك قلتيه، ولكن هو ممكن يبقى الورق هو رجع فعلا تاني، ولكن رجع بشكل مختلف شويه، في برضه تحدث شويه، فدخل في موضوع البوستر اكتر من اللي هو يبقى ورق حائط التقليدي الرول او تكتشر كده او بس. ولكن هو برضه الموضوع لو لوحده مش هيبقى شكله حلو، لكن لو دخل معاه تجاليد خشب ودخل معاه، فاتعملت التوازن في الموضوع. صحيح. عشان الستايل يبقى مظبوط هيبقى الموضوع شكله كويس جدا. طيب نروح بقى لحاجات، يعني اي اتنين مقبلين على تأسيس بيت بيشوفوا حاجات كتير بتعجبهم، لكن الربط ما بينهم باشمهندس محمود بيبقى صعب. يعني عايزين نصايح دلوقتي للي بيتفرجوا علينا، ازاي ممكن يتم الربط ما بين فرنتشر او اساس في البيت عاجبني، وان هو يبقى كله مناسب مع بعض. السؤال ده السؤال ده حلو بصراحه، ولكن هو بدايته ما نكترش. ما نكترش. انت من مدرسه مش فراغات، ولكن يبقى الدنيا مش متكدسه. اللي احنا هنحتاجه بعد كده لو احتاجنا حاجه نكمل، لكن ما نجيبش كتير ونبقى في الاخر محتارين ده ولا ده، وده كويس ولا ده مش كويس. الموضوع مش بالكتير، الموضوع عباره عن ان هو في لاين لازم يتمشى عليه، وفي نفس الوقت لازم يبقى الموضوع الاكسسوارات كمان مختارها بعنايه وقليله. مش كتير، مش دندشه بقى، مش دندشة. يعني مش لان الموضوع حساس جدا في القصه دي. تمام، وما يزودش، يعني يحط الاضاءه بشكل منطبق جدا على اللي هو عاوز يظهره. يعني الإضاءة عليها عامل كبير جدا، لأن احنا ممكن نحط إضاءة على برواز مثلا معين أو طابلو ويبان إنه شكله مش حلو بسبب إن هو بقى مزعج، إضاءته مش حلو. تمام، لأن في إضاءات كتيرة في الطابلوهات مثلا بتبقى الإضاءة من وراء أحلى من قدامه. صح. وفي حاجات كتير لا، الطابلو يبقى محتاج هو اللي يظهر. ممكن يبقى قطعة أكسسوارز تانية خالص عبارة عن شجرة، لاندسكيب، وندخل الموضوع ده برضه. موضوع اللاندسكيب لما بيدخل الانتريور بيطلع شكله حلو جدا. طبعا. في التصميمات الداخليه، وبيدي لايف ستايل، وبيدي شويه من الاحساس والراحه والتفاؤل شويه. بالظبط. طيب ايه رايك نعكس؟ ايه رايك نقول ايه الاخطاء اللي بيقع فيها العريس والعروسه، او اللي بيبداوا حتى يعملوا بيت جديد؟ الاخطاء اللي بتتكرر معاك وبتروح تشوفها وبعدين يقول لك الحقنا يا باشمهندس، احنا جبنا كل الحاجات اللي احنا عايزينها، لكن مش مستريحين خالص في البيت. ابرز الاخطاء دي ايه؟ ابرز الاخطاء ان هو دايما بيبقى الراجل ليه طلبات. ايوه. والست ليها طلبات. ده اكيد. ونادرا لما بيبقى بيتقابلوا في حاجه واحده. فهي بدايه خالص محتاج انه يروح لمهندس متخصص يعرف هو طلباته ايه وهي طلباتها ايه، ويقولوا كل طلباتهم، عامل زي الدكتور النفساني. ايوه. ان هم يقولوا تمام طلباتهم الاثنين، واحنا بنكتب الطلبات ديت كلها في ميتنج او واحد او اثنين او ثلاثه او اكتر، وبنبدا ناخد اللي هو عاوزه في صوره من اللي هي عاوزاها برضه، والاثنين نربط ما بينهم بحيث ان احنا نطلع لهم مود هم مبسوطين بيه. ففي البدايه كل واحد يقول اللي هو عاوزه، يقول للتاني اللي هو عاوزه، بحيث ان ينقل ذوقه، بحيث ان احنا نوجد
نقطه تلاقي في بالظبط. دي رقم واحد. رقم اتنين ان هم برضو ما يكتروش. تمام، يعني دايما البساطه هتبدا يبقى معاه الموضوع ماشيه واحده واحده. تاني حاجه كمان، ما يلغوش الاضاءه الطبيعيه من الموضوع، يعني دايما يعني يبقى في دراسه للاضاءه الطبيعيه. فعلا فعلا عندك حق يا باشمهندس، يعني في كتير بيتجاهلوا موقع الاوض، مثلا تحدد ان دي السفره ولا ده الانتري ولا ده الصالون ولا ده الليفنج روم، بتتجاهل فيه الاضاءه الطبيعيه، فيطلع لازم تغير اماكن الاوض دي بعد كده. دي حقيقه وكارثه بتحصل دايما، ان دايما احنا ما بناخدش في الاعتبار، في بعض الناس ما بتاخدش في الاعتبار الاضاءه الطبيعيه اللي داخل المكان. داخله ازاي، هتنور ايه، هتيجي الشمس واصله لغايه فين بالظبط. فالموضوع ده مهم جدا جدا جدا. وعلى فكره الموضوع ده كمان ساعات لو ما اتدرسش مع الفرش اللي بيجي وانواعه ممكن يبوظ، لان في حاجات بتبوظ اوريدي من الشمس. صح، في بعض القطع الاساس بتبوظ من الشمس بطريقه معينه، فازاي احنا هنحجب عنها الاضاءه الطبيعيه او الشمس تحديدا، او ان هي تيجي تبقى معرضه للشمس ما فيش مشاكل منها عشان حاجه بعد كده ما تبوظ. صح. في مشكله بتقابل الناس، يمكن العرسان الجداد مش هيعرفوا المشكله دي قوي، هيعرفها اللي بقاله قرون متجوز، التخزين. يعني بص يا باشمهندس، اهم حاجه على الاقل بالنسبه لي بالست انها تبقى عندها مكان تقدر تخزن فيه الحاجه بشكل الحاجه ما تبوظش، سواء التخزين ده كان يعني حاجات هي بترجع كل فتره ترجع تستخدمها تخزنها وترجع تاخدها تاني. نصايحك ايه بخصوص التخزين، وهل ده يتناسب مع الترندز بقى بتاعت بيوتنا دلوقتي، بقت اصغر طبعا من زمان بالنسبه على الاقل للشباب، يعني هل لازم نحافظ على مكان يبقى موجود فيه تخزين؟ في البدايه احنا ممكن نعمل حاجات كتير، حلول كتير جدا جدا من البدايه، يعني هم مقبلين على الموضوع والمكان صغير، ففي حاجات كتير بتساعدهم، زي ان الدواليب تبقى من الارض للسقف. ده بيعمل يعني بيعمل مساحه تخزينيه احنا مش حاسين بيها. صح، ولكن هي بتبقى مفيده جدا. ممكن كمان نعمل ان السراير تبقى كمان فيها تخزين من تحت سفلي. دي حلوه قوي دي. ديت بتبقى مهمه ترفع جدا. السرير يعني او ترفع حتى المرتبه، في زي اللي هم المكن اللي بيبقى زي الكنبه اللي بتتفتح سرير، بيبقى برده الميكانيزم بتاعها بيعلي السرير، تبص تلاقي انت تقدر تشيل غطيان بقى صيفي شتوي حاجات تحت المله بتاعت السرير. مظبوط مظبوط. كمان نستخدم الالوان الفاتحه، لان الالوان الفاتحه بتخلي ان الموضوع يبان اوسع شويه. حاجه كمان، ما نزودش حيطان، يعني مثلا ينفع نعمل مطبخ امريكان يبقى يفضل، علشان هنحس بوسع المكان، يعني مثلا دخلنا فراغين في مكان فراغ واحد. فبيبدا يحس ان انا الحيطه بعيده عن عيني. اوكي، فنبدا يبقى ده. وبرضه نستخدم في المطبخ ساعتها الوان فاتحه، ما نستخدمش مثلا اخشاب بنيات غامقه، او ان احنا نشتغل على الالوان الغامقه في المطبخ، ساعتها هيبقى الموضوع باين انه اوسع. ونقلل الحيطان على قد ما نقدر، نقلل الطرقات على قد ما نقدر، عشان ما هو ممكن مساحه الطرقه دي نعرف ندخلها في اوضه. صح، ما نتجاهلش خالص 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 تاني الاضاءه والتقسيم المعماري للمكان، لان برضو التقسيم المعماري ده حاجه مهمه جدا ان احنا نبقى دارسينها، علشان ناخد بالنا ايه اللي ممكن يتفتح على ايه، ايه اللي ممكن يوسع، ازاي ممكن نعمل دولاب وش وظهر لاوضتين متوازيين مع بعض. فيبقى الموضوع مدروس. تمام، وفي نفس الوقت نقلل الحيطان للمره، انا دي ثالث مره تقريبا نقولها، نقلل الحيطان على قد ما نقدر ونفتح الالوان. طب ده شيء رائع. طيب في حاجات بتبقى محيره برضو بالنسبه للي بيعملوا بيتهم جديد، هي اكسسوارات في النهايه، يعني ستاير، البراويز، السجاجيد، هل ده بيبقى لها برضو دعوه بالطابع بتاع البيت؟ في ناس تقول لك ايه، لا الستاره دي اخر حاجه، اخر حاجه ههتم بيها هي الستاير. في ناس ثانيه تقول لك ايه، لا السجاجيد اصل انا ما بحبش السجاجيد كتير في البيت عشان الدنيا حر. يعني في مفاهيم عندنا دايما كده، يجي المهندس يقول لك ايه اللي بتقولوه ده، الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله غلط. حقيقي لان احنا بنبدا بالستاير، احنا الستاره هي اللي بناخد منها لون الحيطه، لان احنا ممكن احنا دلوقتي مثلا لما بنيجي نختار الوان حيطه
بيبقى ايه الرابط ما بيننا الفرش والستاره. ايوه. وبعد كده الدهانات، لان انا ممكن اجيب اي لون دهانات اعرف اختاره واعرف اطلعه. يعني كانك بتبني عليه بقيه الشكل. بالظبط. او ربط الالوان ببعض. بالظبط. انا هربط الالوان ازاي؟ انا ممكن اجي اختار ستاره حلوه عجباني قوي، بس في نفس الوقت ما انا دهنت الحيطه فالحيطه بقت لونها مثلا جراي وانا جايب الستاره على كافيه مثلا، فبالتالي هما الاثنين لونين ما يعني حلوين، ولكن ممكن يبقى ممكن نجيب في الستاره فتله جري من البدايه. فلو انا جبت اوريدي والعجباني مثلا وليكن الستاره الكافيه، طب ما انا اوريدي ممكن ادهن الحيطان على حاجه تتماشى مع التون بتاعها، التون بتاع الستاره. والستاره طبعا بتيجي من تون الفرنتشر، فبالتالي هي ترتيبات ورا بعضي. وبرده طبعا السجاده ما تكونش بعيده بعد تام عن الستاره وعن الفرنتشر. مش هنيجي مثلا ابقى حاطط كرسي مثلا وليكن تركواز جراي مثلا وجايب عليه سجاده لونها مثلا بينك. بالتالي أيوه، هو لا، هو أيوه، لازم يبقى فيه ماتشنج. بالنسبه للاكسسوارات كمان محتاجه تبقى يعني اختيارها يبقى باسلوب الستايل. ده مهم قوي، لان مش كل الاكسسوارز بتمشي مع كل الستايل. وفي نفس الوقت كمان المهم في الموضوع ده ان احنا ما نكترش، وفي نفس الوقت يبقى لها معنى كمان. يعني ممكن ما نشتريش مثلا، نروح نشتري مثلا يعني في عمله مثلا، انا شفت البرواز ده حلو هات، شفت الاكسسوار دي حلوه هات، الساعه دي كمان عجباني، عاوز ساعه حيطه، عاوز ساعه ارض، عاوز. لا لا، مش كده خالص. فهو ممكن يبقى المكان كله فيه قطعتين اكسسوارز بس واضحين وظاهرين، الاضاءه متسلط عليهم بشكل كويس، فتدي راحه. صح. نروح شوية على حتة الإضاءة. طبعا احنا هنرجع للصور اللي شفناها، وبشمهندس محمود هيقول لنا، هيحكي لنا على الصور دي والبروجكتس اللي كانت معمولة فيها يعني، وهيقول لنا الستايلز المختلفة اللي في الصور. لكن موضوع الإضاءة بقى بيجي فترات بتختلف، اللي يقول لك إضاءة السقف أو النجف يعني مهمة، واللي يقول لك السايد لامبس لا هي دي الان دلوقتي، كل ده. وطبعا غير السبوت لايتس جالها وقت هي الان جدا وهي الموضه، لدرجه في ناس كتير يعني غيرت من اضاءات بيتها وعملت اللي هو السقف الساقط والسبوت لايتس وحاجات زي كده. ايه الموضه دلوقتي؟ هي الموضه في العموم هو اللي حاليا شغال اكتر ان احنا بنقلل النجف، يعني مش بنعمل نجف كتير. اوكي. وفي نفس الوقت الموضه اكتر كمان رايحه لان الاضاءه ما تبقاش ظاهره قدام عيني. اوكي. يعني ما يبقاش السبوت لايت ظاهر قدام عيني، بنحاول ندخله جوه شويه اكتر دلوقتي بحيث ان هو يبقى الموضوع مخفي شويه. يعني حاليا الاضاءات المباشره هي ديت الاكتر، مش تداول، مش يعني ترندي قوي دلوقتي، مش ترندي خالص. لا يعني خلاص احنا بنحاول نخبي الاضاءات على قد ما نقدر بحيث ان يبقى البيت فيه يعني اكتر. يعني مثلا نقف هنا زي ما احنا شايفين، ده السيلينج نفسه ما فيهوش نجفه، انا مش شايفه نجفه. ده الاضاءه بتاعته جوه السقف مش بارزه، ويمكن في سايد واحد بس اللي فيه الاضاءه. ممكن تشرح لي هنا ممكن تكون الاضاءه عامله ازاي؟ هنا الإضاءة كانت عبارة عن indirect light، إضاءة جوه بيت نور، وكانت عبارة عن track light، عبارة زحمة مش واخد المكان كله، بحيث إن احنا عاملين سبوت لايت معين في بعض الأماكن، وفي إضاءة برضو مخفية ورا السرير زي ما حضرتك شايفة. رامي على ده برضو، ده بوستر على فكرة، ده اللي ورا السرير ده بوستر، ومعمول في السقف بوستر كمان، كانوا الاثنين معمولين بوستر. الله، ده بدل البنتور بتاع زمان اللي كان بيتعمل في السقف. بلس ان هنا احنا قلنا ان احنا نوسع المساحات، يعني هنا احنا عملنا الحيطة بتاعت الحمام ازاز، فبالتالي حيطة دي اوضة نوم كانت جواها حمام. فبالتالي عملنا، لما عملنا الحيطة بتاعت الحمام ازاز، الموضوع بقى فارق في المساحة، وفارق ان المكان بقى باين زي السويت. صح. طب ازاي نعالج القصة ديت؟ الازاز طالع بقاله فترة كبيرة، طبعا انه ممكن يبقى بيقلب بالزرار مصنفر ويقلب بالزرار شفاف. فبيبدأ يبقى معانا حاجز رؤية
عن طريق الازاز ان هو يبقى لما حد بيستخدم الحمام بالظبط نخبي جزء الحمام طالما احنا مش عاوزينه يبان، وفي نفس الوقت لو عاوزينه يبان بنفتحه بالازاز. واحنا قاعدين في الطبيعي بنحس ان المكان واسع جدا عن طريق ان انا كل حاجه شايفها قدامي، ما فيش غير اربع حيطان وهم في حمام متقسم في النص وفي تي في كمان بيلف راوند زي ما كنا شايفين في الصوره. معلش نرجع تاني، حكايه التلفزيون اللي بيلف ده بيسمح ان تقدر تعمل ليفنج اريا صغيره في الاوضه، بحيث انك انت تقدر تفضل قاعد تتفرج على التلفزيون او انك انت تتفرج على التلفزيون في السرير. فدي برضو على فكره شفتها في كذا حته وفي كذا كتالوج كانت رائعه، الناس بدات تعملها كتير دي. لا فعلا بدات تنطلب مننا كتير جدا ان عاوزيني وهو قاعد دايما يبقى في جزء كده يقعد فيه في اوضه النوم، لان برضه بقى في دوشه الاولاد بقت مختلفه شويه، فالاب دايما عايز يتفرج على الماتشات لوحده. فده في ميزه ان بيلف من الكنبه للسرير او العكس. تمام. وفي نفس الوقت الصوره دي بالتحديد احنا كنا عاملين ظهر التي في كمان مكتبه، يعني عشان يبقى الناحيه الثانيه لو الست قاعده على السرير والراجل قاعد على الكنبه يبقى ما هو دي مش شايفه ظهر التي في زي ما بيقولوا. ما تبقاش حاجه مصمطه كده قدامها. مظبوط. هي برضو ديكور تابلو او مكتبه او فيها ديكور يعني يتعرف. ده يعني بيفكرنا بقى بالكلاسيك تاني شوية ونجف وكده. هو ده فعليا هو ده كونتمبري ستايل. كونتمبري مختلط ما بين المودرن والكلاسيك او المودرن هو والستيل. يعني ممكن بالظبط يتقال عليه لايت كلاسيك. وده من الافكار الجديده برضو اللي مطلوبه حتى بره مصر، يعني ده بروجكت تحديدا بره مصر كمان. ده حاليا بروجكت احنا شغالين فيه في السعوديه. فده فعلا من الحاجات اللي هي وبيروح لجو الفنادق شويه، يعني هو بيبقى مريح. احنا على فكره في الفنادق لما بندخل الفندق مثلا بنبقى مرتاحين واحنا قاعدين في الاوضه بتاعه الفندق، رغم ان لو ركزنا شويه تلاقي ان الاضاءات قليله بس متوجهه صح، وبنلاقي ان مفيش نجف. ممكن يبقى الاضاءه قبليك على الحيطه او دلايه بطريقه معينه، بس بيبقى الموضوع ده مدروس قوي عشان كده. وبتلاقي دايما ان الاضاءات اغلبها مخفي. هو ده اللي احنا دلوقتي الترند اللي نازل ان الناس بتتوجه للجزء ده صح. ان هو عاوزين يعيشوا اللايف ستايل بتاع الفندق شويه بالزبط. ان هو يبقى مريح ومرتاح ليه. هو ده السؤال بقى. هو بيبقى احنا ليه بنبقى مستريحين واحنا في جو فندقي اكتر من جو البيت؟ يعني لان دايما ما بيبقى الالوان هاديه. بيبقى الفرنتشر مش كتير. الاكسسوارز مش كتير. الاضاءه مدروسه قوي. في الفنادق بيبقى الالوان كلها متناسقه مع بعضها، الجو العام، السرير دايما، يعني هتلاقي في فنادق كتير جدا السرير ممكن من غير ظهر، زي الصوره اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي. دي سرير من غير ظهر. البوستر هو اللي وراها السرير. فالموضوع مش بالكتير ومش بالزحمه، مش بالزحمه، هو كله مع بعض متناسق. طيب موضوع بقى مهم جدا نختم بيه، نصايح للمقبلين على الزواج. يعني هل يبدأوا يصمموا المكان يعني مع المهندس، يقعدوا يقولوا ايه طلباتهم للمهندس؟ عايزة نصايح للي بيبدأوا يأسسوا بيت جديد. لازم يقعد مع مهندس يفهم ويقول له كل اللي نفسه فيه. يعني لازم يقعدوا يتكلموا معاه ويفهموه هم طلباتهم ايه. وهم دايما حتى زي ما قلنا قبل كده ان هم مش هتلاقيهم متفقين صح، فهو اللي هيربط بقى الاتفاق ده ويعرف يكمل لهم بحيث ان هو يبقى قاعد مبسوط وهي قاعده مبسوطه. وده مهم قوي. طبعا. مهم قوي ان هم يبقوا الاثنين يقولوا طلباتهم صح. تاني حاجه كانت حصلت مره معانا حتى ان في عميل كان طالب لون الوان من اللي هي الصارخه شويه. فاحنا جينا يعني مش عارفين ومش راضي يقتنع ان اللون، مش عارفين نقول له ايه. مش عارفين نقول له ايه. فرحنا عاملين له حركه لذيذه، رحنا دهنين له بورد بنفس الكالر اللي هو طلبه. وحطيناه في بيته القديم، يعني اللي هو اللي قاعد فيه حاليا قبل ما ندهن عندنا المكان.
وسبناه 3 ايام. هو اللي جه قال هو ارجوك وشيلوا اللون ده، ارجوك وشيلوا اللون ده. لا لا اللون ده حلوه قوي، كانت حركه جميله فعلا. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، اديتنا افكار كتير وحلول وازاي نبقى مستريحين ومستمتعين واحنا قاعدين في بيوتنا، وده طبعا بالاختيار الصح اولا طبعا للمكاتب المعماريه المظبوطه، للمهندس اللي يبقى مريح نفسيا مع الزوج والزوجه وياخد منهم كل الافكار دي. فانا بشكرك على كل الافكار اللي عرضتها معانا النهارده، وان شاء الله يكون لنا لقاءات تانيه كتير ونشوف نماذج تانيه وندي افكار جديده كمان للمقبلين على الزواج. بشكر مع حضراتكم المهندس محمود ادريس، واكيد بشكر حضراتكم انكم تابعتونا في حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، اقابلكم باذن الله الحلقه الجايه يا رب على كل خير وحلقه جديده من ست الستات. باي.